أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أرض الخير. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. مشاهدين من داخل قرية النغاميش التابعة لمركز دار السلام، وبالتحديد من داخل مزرعة الموز الخاصة بمرعب عبد الحي، هيكلمنا عن زراعة الموز وكيفية الاستعداد لموسم الموز. أهلا بك معنا النهاردة وبنرحب بيك على شاشة النقيضة. مرحبا حضرتك يا فندم. يعني لو اتكلمنا في البداية عن زراعة الموز، عايزك توضح لسادة المشاهدين بداية زراعة الموز بتكون إيه وعمر الشجرة في الأرض. حضرتك طبعا احنا بنفضل زرع الموز احسن من زرع كتير ثاني بالنسبة لانتاجه ومحصوله. طبعا عندنا هنا زرع الذرة الشامي او الذرة البيضي في تأثير عليه من الحشرات، وبنبدأ رش من اول ما بنزرعه، طبعا تقويه غالي، وبعد كده عندنا دودة منتشرة بتأثر عليه من بداية زرعه حتى نهاية المحصول، بتمسك في الجذور وبعد كده بتمسك في الفوز بتاعه اللي هو اللي نقول عليه احنا القنديل، وخمسيتك بتلاقي فيه الدودي. فعندنا حشره مستمره بتمسك بدايه الزرع، فاحنا بنفضل زرع الموز بينتج معنا اكثر، بنستفيد منه اكثر. وخمسيتك هو بيصرف علينا عماله بتاعه والكلام ديتي، لكن برضه بتيجي في اخر السنه بتلاقي محصول وبتلاقي معك انتاج. وخمسيتك زرعه بتستمر معنا من يعني تقدر تقول 10 سنوات وممكن 15 سنه مع المتابعه والاشرافات والمواد اللي بنحطها والكيماوي والكلام ديت. ايوه بسيطه، فبتمر معنا زرعه ثابته وبسيطه، فالمزارع بيستفيد منها اكثر من ذره الشامي ومن ذره القيضي وبسيطه. خليت النغاميش يعني اكثر حاجه بتزرع فيها ايه؟ يعني هنا الناس معتاده، ما فيش مساحات واسعه، اللي عنده فدانين اللي عنده نص فدان، يعني ما فيش مساحات. واحد مثلا معاه 50 فدان 100 فدان، لا، 5 فدانين 3 فدانين، اللي معاه نص فدان واخد سته. فالناس يعني الرقعه يعني الزراعيه في داخل قريه النغاميش مش كبيره، مش كبيره، تمام. الرقعه الزراعيه يعني مش كبيره خالص واخد سته، فتلاقي المزارعين هنا بسيطه خالص، بتزرع ذره شامي، بتزرع ذره قيضي، اللي بيزرع سمسم، اللي بيزرع مثلا برسيم من المواشي بتاعته واخد سته بس. وزرعه الموز مش كثير اللي زرعها يعني، تمام. طيب في ناس كثيره زرع الموز هنا في النغاميش ولا لا؟ لا، محدودين. اللي زارعين الموز محدودين، تمام. بس المساحه اللي احنا فيها قد ايه؟ يعني تقدر تقول فدانين. الموز ده مزروع من امتى؟ مزروع من 10 سنين. كل سنه بتعمل ايه فيه علشان تقرا محصولك؟ طبعا بنبدا ننظف زي ما انت حضرتك شايف اهو، بننظف الورق ديت. يعني من شهر عدى ما كناش قادرين ننظف الورق عشان الحراره بتاثر عليها، فكنا سايبين الورق بتاعه واخد سيادتك. فاحنا ايه كلمه النظافه يعني؟ النظافه دي الورق الناشف والصجر اللي انت قطع ظبيطها بنسيبها واقفه على كده، على اساس ايه؟ الحراره مع شده الحراره والشمس بتاثر على الصجر وبتاثر على الطرح بتاعه، فاحنا بنسيبه لغايه ما ايه؟ بقينا هو في بدايه شهر 9 نبدا ننظف ونطلع الورق منه بتاع والصجر اللي هو طالع ظبايطه. يعني الموز بينشف في الشتاء ولا الصيف؟ لا، هو ملوش ميعاد محدد، بس في الشتاء بننظف على طول، لكن في الصيف بنضطر نسيبه
على اساس الحراره ما تاثرش عليه. تمام. عمره قد ايه في الارض؟ هو بيبدا من يعني في بلاد على حسب الخصوبه بتاعه الارض. ممكن يقعد 3 سنين بس او 4 بالكثير. تمام. وممكن يقعد معك اكثر من 15. تمام. كل شجره بيكون جنبها شجره صغيره كده يعني. انت اللي بتربيها، بتجيب الاول الشجره او تجيبها شكلي او تجيب ام وتزرعها ياخذ ستك. فطبعا كل شجره بتطلع الاول بيجيب الست تحتها اثنين. تمام. بعد كده تروح سايب تربي لها واحده تحتها بس. دي خلفتي يعني. لو كانت خلفتها 2 3 انت لا بتخلي واحده بس. واحده بس ما ينفعش تخلي اثنين. ما ينفعش. ما هو كل ما يخف احسن. تمام. فما ينفعش انت لو غزير ما يجيبش معاك. بس تخليش اكتر من واحده معاك. يعني الصغيره اللي طالعه دي في بدايته وهي طالعه في ثاني، اثنين دول تسيب كل واحده تحتها واحده. تمام. تشرب ازاي؟ بنرويها احنا على حسب جيه المنسوب. او نقدر نقول المناوبه بتاعت الميه يعني. ممكن نسقيها كل 15 يوم. كل 10 ايام. بنرميها سماد. بنرمي لها صبغ بلدي من تحت الماشي. وممكن نرمي لها بتاع ده بوتاسيوم ومواد يعني كده في عناصر والكلام ده. الموز انواع ولا نوع معين؟ لا هو في انواع، بس هو النوع الغالب يعني اللي هو احنا زارعينه ديش اللي هو بنقول عليه ويليام. اسمه كده؟ تمام. بتاع الحمرا دي اللي هي؟ لا دي الكوز بتاعه. دي الكوز دي. دي هي الزباطه بتطلع كده الاول. صحبه سته. يبدا يطلع. هي المفروض لو الزرعه يعني سليمه المفروض تجيب لي هنا. ايوه. ممكن تجيب اكبر من كده. صحبه سته. لكن هي جت هنا ووقفتها كده. لو في عناصر صح ومتابعه تغذية مثلا وتغذية والكلام ده، بص تلاقيها تنزل معاه في الزباطه ممكن يوصل لوزنها 100 كيلو. تمام. لكن احنا هنا معدلنا ايه؟ ال 50 و60 بس. لكن في اماكن ثانيه زي ولد خلف مثلا ممكن يوصل ل 100 كيلو فيها 110. عشان جوده الارض ولا عشان اهتمام بالزراعه؟ جوده الارض عندهم عشان هم مجاورين البحر وكده. بيحب الميه. لا بيحب الميه والارض جديده هناك. يعني افضل الارض الرمليه ولا الارض السوداء؟ لا الموز. الارض اللي هي الصفراء. في الارض الزرقاء الخصبه ما ينفعش فيها. هو عايز الارض الصفراء زي كده. مش اي ارض الزرع فيها موز يعني. يعني الارض الزرقاء اللي هي الخصبه دي الزرع فيها قصب. يعني عندنا ولاد سالم كله دي ما تزرعش موز ابدا. تزرع قصب. على طول. احنا في جونا هنا نزرع شام وقيض وموز ينفع برضه. هي ممكن تستمر من وقت ما تطلع تستمر 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور. هي بتطلع واحدة بس ولا أكثر من لا واحدة بس. واحدة بس بدون ما تطلع أنت دي تكون هي بنتها دي اللي تحتي. طلع الزواج بتاعها. تبقى في نفس خلفتها. يعني دي مثلا ممكن تخلي بعد سنة. أيوه. بعد سنة من وقت ما تطلع سنة. طب والكبيرة الأم تروح فين بعد كده؟ ما الكبيرة الأم أنت شلت الزواج بتاعتها وبعد كده ممكن تشيلها هي أو ممكن تزعرها وتسيبها. أي ممكن تنشف وتموت خلاص. تنشف خلاص ما دام شلت زبطتها خلاص. بتلجا مثلا لمديره الزراعه هنا مثلا بتستشيرها في حاجات معينه عشان مثلا لو في اي سماد اي حاجه محتاجة. لا هي الجمعيه الزراعيه ما فيش اكثر ما بتدينا الاسم دي.
1 و6 تدن الاسم دي، ولو عايز تقاوم تلاقيها فيه، لكن ما يعني ما فيش اشراف، ما فيش حد بيجيك، ما فيش حد يضمنك حتى بيجي مثلا يمر عليك. لا دولة وكان يجونا وقت زرع القطن. كانت الاول حضان عندنا موحدة قطن. لازم البلد كلها تزرع. واحد وستة. كان اللي يطلع مهندسين ومشرفين وبتاع وتابعوا ويجيبوا لك مبيد ورش والكلنديت. بس ما زي ما قلت لك قريتنا ما فيهاش مساحات واسعة، لكن في أماكن فيها مساحات واسعة حتى وكيل الوزارة بيجي. تمام. عشان في مساحات. مساحات واسعة وبيجيبوا لهم الجرار مثلا اللي عنده 5 فدادين يجي يحرثهم له ويجيب له التقاوي ويتبعهم وبتاع وبيجيب له أسندة. ايه موضوع السوسته النخيل اللي يعني الموجوده في النغمه؟ هي صراحه يعني منتشره بطريقه فظيعه. نعت عن النخيل خالص عندنا سوسته النخيل بتمسك فيها. ظهرت من حوالي 7-8 سنوات لورا او 10. تمام. خدتوش اي اجراء يعني؟ لا 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 ما اعرف لهش علاج احنا طبعا ونهت عن النخل خالص عندنا. بتعمل ايه للنخل السوسته؟ هي بتمسك فيها من جذرها من تحت او تمسك رقبتها من فوق. ايوه. مجرد ما تمسك فيه خلاص لازم تقضي عليها خالص. يعني بتنشفها ولا تعملها ايه؟ لا بتخش جواها بتنهيها خالص، بتقعد تنخر فيها لغايه ما هي توقع. يعني خلاص وقف النمو بتاعها. خلاص خالص. نهائي. لازم تقضي عليه. كله بالشك منها. كله ما خلتش نخل خالص عندي. ما لهاش اي علاج مثلا؟ لا احنا ما عارفين طريق علاج. حتى لو دهنت النخل مثلا جير؟ لا احنا بنولع النار تحت جذرها وبتاعه وممكن نروح نجيب بودره نعفرها والكلام ده كله ما يجيبش نتيجه. تمام. ما سالتش احد المهندسين مثلا عن العلاج؟ لا ما عارف لهش علاج بصراحه. حتى الان ما فيش علاج عندنا لسوسه النخيل. زيادة عن ذلك في دودة بتاكل الزرع زي ما انا قلت لك في بداية الكلام. بنزرع ذرة الشامي بنعاني من الدودة اللي هي بتموت الذرة وهي طالعي وبستة، وحتى لما لك نبدا نرش ونجيب مبيد وبتاع والكلام ديت والرش بيبدا يقاوم معانا النباتة بتقاوم معانا، بعد كده يكبر تلاقيها مسكت في الذرة نفسها في القنديل نفسه هي الدودة. تمام. دي برضه لها اسباب ولا لا؟ ما عارفين شيء اسبابها. عارفين شيء اسبابها. منتشره في الاداره منتشره عندنا بطريقه فظيعه يعني. يعني دلوقتي حاليا لو رشيت ذره عشان تستفيد بيه للمواشي والكلام ديت بتلاقي بدون ما يطلع تكون الدوده نهت عليه خالص. ياه. اي والله. طب ليه يعني انت مثلا راجل معك ارض وزارع محصول 2 و3 ما بتلجاش ليه للمتخصصين اللي هم في اداره مثلا سوهاج الزراعيه، اداره دار السلام الزراعيه؟ سوهاج بعيده عنيني واخذ وستك، وزي ما قلت لك هنا المزارعين ناس بسيطه خالص وما فيش حد اللي معاه نص فدان او فدان ما يعني ما عرفش الطريق او مش مستعني قوي واخذ وستك، اللي يعني رجل محدود الدخل ومحدود التفكير ومحدود في حكومة كثير. طب انت كشخصيا ليه ما يعني ما لجأتش المسؤولين في الموضوع ده بالتحديد؟ يعني انت مثلا بتفكر انك انت لازم تشوف حل للموضوع ده، لجأتش مثلا للاداره الزراعيه دار السلام او صهيب؟ هل مثلا طلبت حد وحد رفض؟ لا ما حدش رفض. انا ما يعني بصراحه ما رحتش لحد وحد رفض عشان الجمعيات الزراعيه او الاداره الزراعيه بمعنى الاصح. حتى لو رحت لها ما فيهاش حاجة هتديها لك. مش هتديك رش ولا هتديك أي حاجة عشان أنت ترشه للدودة أو ترشه للزرع. ما فيش عندنا الكلام ده. أما بالتالي كده أنت يعني سوسة النخيل كده قضت على سوسة قضت على النخيل خالص. نعم. الدودة قضت على الشامي. بالظبط. طب وبعدين؟ كده احنا يعني سايبين فوضنا الأمر لله ودينا ماشيين زي ما احنا كده، فبنزرع موز وهم ستة. برضه بنزرع ذره شامي وبنجيب رش من المحلات الزراعيه وبنرش ونتابع مره واثنين وثلاثه لغايه ما بيجي معاد الحصاد. يعني سوسة النخيل دي بتيجي مثلا لعمر معين كده ولا؟ لا لا ولا لا في اي وقت. ممكن تكون انت عندك مثلا عندك نخله بسنه او سنتين برضه بتجيها، وممكن يكون عندك نخله لها 20 سنه بتطرح وبتاع وبرضه بتجيها تقضي عليه. حتى النخل اللي هو ليه فتره برضه؟ حتى اللي ليه فتره. بتعمل ايه في النخله؟ بتقضي عليها خالص. يعني بتاكلها كده؟ ايوه بتبدا تنخر فيها فيها لغايه ما توقع. يا تمسك في جذرها من تحت يا تمسك في رقبتها فوق. في حد غلط بالشيء في الموضوع؟ لا كله خالص. كله هنا. خالص. طب هي بتعدي يعني؟ ما تعرفش هي دي ما تعرفش دي عدوى ولا مش يعني لغايه الان احنا مش عارفين الا طريق علاج حتى. يعني لو عارف طريق علاج اشتريه. We'll be right back.
ليه يعني انت مثلا راجل معك ارض وزارع محصول واثنين وثلاثه ما بتلجاش ليه للمتخصصين اللي هم في اداره مثلا سوهاج الزراعيه، اداره دار السلام الزراعيه؟ سوهاج بعيد عني محض وستك، وزي ما قلت لك هنا المزارعين ناس بسيطه خالص، وما فيش حد اللي معاه نص فدان او فدان ما يعني ما عرفش الطريق او مش مستعني قوي محض وستك، اللي يعني راجل محدود الدخل ومحدود التفكير ومحدود في حكاوي كثير. طب انت كشخصيا ليه ما يعني ما لجأتش المسؤوليه في الموضوع ده بالتحديد؟ يعني انت مثلا بتفكر انك انت لازم تشوف حل للموضوع ده، لجأتش مثلا للاداره الزراعيه، دار السلام او صهيب؟ هل مثلا طلبت حد وحد رفض؟ لا ما حدش رفض، انا ما يعني بصراحه ما رحتش لحد وحد رفض عشان الجمعيات الزراعيه او الاداره الزراعيه بمعنى الاصح. حتى لو رحت لها ما فيهاش حاجه هتديها لك، مش هتديك رش ولا هتديك اي حاجه عشان انت ترشوا للدودة او ترشوا الزرع، ما فيش عندنا كلام ده. اما بالتالي كده انت يعني سوست النخيل كده قضت على السوست، قضت على النخيل خالص. نعم الدودة قضت على الشامي بالضبط. طب وبعدين كده احنا يعني سايبين فوضنا الامر لله وادينا ماشيين زي ما احنا كده، فبنزرع موز وهو سيتك برضه بنزرع ذره شامي، وبنجيب رش من المحلات الزراعية وبنرش ونتابع مره واثنين وثلاثة لغاية ما بيجي معاد الحصاد. يعني سوس النخيل دي بتيجي مثلا لعمر معين كده ولا لا لا ولا لا في أي وقت ممكن تكون انت عندك مثلا عندك نخلة بسنة او سنتين برضه بتجيها، وممكن يكون عندك نخلة لها 20 سنة بتطرح وبتاع وبرضه بتجيها تقضي عليه. حتى النخل اللي هو ليه فترة حتى اللي ليه فترة بتعمل ايه في النخلة؟ بتقضي عليها خالص يعني بتاكلها كده ايوه بتبدا تنخر فيها لغايه ما توقع. ياه يا تمسك في جذرها من تحت يا تمسك في رقبتها فوق. في حد غلط بيشتكي في الموضوع؟ لا كله خالص كله هنا. خالص طب هي بتعدي يعني؟ ما تعرفش هي دي ما تعرفش دي عدوى ولا مش يعني لغايه الان احنا مش عارفين لها طريق علاجها. يعني لو عارف طريق علاجها اشتريه. يعني نرجع تاني لكلامنا نقول مثلا النخليش بتزرع الجيري ايوه الذره البيضاء والذره الشامي الذره الرفيعه والموز بس كده؟ بس مفيش حاجه تاني. ممكن واحد مثلا معاه نص فدان يزرع سمسم يزرع ترمس واخد ستة بتنفع المحاصيل بتنفع بس طبعا هنا بالنسبه لليد العامله النخرج 200 جنيه و250 جنيه العامل واخد ستة، واللي مزارع برضه يعني النهارده اللي زارع فدانيا لو ما اشتغلهمش ومعاه هو وعياله واسرته بنفسه بيخسروا عليه. لو هيجيب عماله من بره ويشتغلهم بالعماله هيخسروا عليه، مش هيوفي معاه خالص، بيجي اخر السنه ما يلاقي نفسه. يعني النهارده السنه دي بالذات الشامي بالنسبه للحراره اثرت عليها والدوده برضه في نفس الوقت واخد سته، بتلاقي فدان الشامي لو حسبت له صحيح يخسر 10,000 جنيه على المزارع. يخسر يعني المزارع السنه كلها يروح ويجي ويزقي ويقلع ويرفع وفي النهايه يخسر. ليه الجوجه صح والدوده في نفس الوقت بس يعني برضه الحراره ليها دور برضه ليها دور كبير. امال ايه؟ ليها دور كبير. حضرتك يعني كلمتنا على تكون هنا فيه مقلب مخزن مقلب زبالي او كمامي فدائم مساحته يطلع 5 فدادين فطبعا مجلس قرو الخيام كل البلاد اللي هي محيطه به بتجيبه ترمي الحاجه اللي عنده ماشي عنده مواشي ميته اللي عنده قمامه اللي عنده زبط موز اللي عنده هدد او ردين وستك اي حد بيجيب اي حاجه لو انت عديت مجلس قرو الخيام يطلع اللودر بتاع مجلس قرو الخيام يوم وهي في يوم وتلاقيه يقفل الطريق وستك يقفل الطريق ويجي اللودر يشيله ويقومها ثاني فتلاقي هناك بقي تلوث بيئه حاجه غريبه وذباب مثلا ده بيجيب عدوى للارض ممكن يجيب عدوى احنا خايفين لينقل عدوى للانسان عشان هناك لو ماخذ الكلاب والحشرات والزواحف حاجه بقي وكر غريب خالص. رئيس المدينه الوحده المحليه ما تكلمش خالص عن الموضوع ده؟ والله احنا تكلمنا عليه كثير وكتبنا عن النت والكلام ديتي طبعا زي ما قلت لك مجلس قرو الخيام اللي هو خاص بالمنطقه دي يعني دائما بمجهود الراجل رئيس المجلس ودائما زي ما بقول حضرتك انه هو بيجي يوم ويوم
لكن برضه فيه كميه بكثافه اللي داخل، اللي داخل اكثر، اللي داخل اكثر كميه بكثافه جايه، جميع المجاوره كلها بتجيب وترمي في المكان ديتي، فزي ما تقول عامل تلوث بيئه للمنطقه كلها اللي حواليها خالص. تمام. حتى جايب العدوى للماشي. الماشي في عندنا حمى قلعي، وفي عندنا جلد عقدي، واخد بالك؟ فتلاقي ايه حتى المنطقه اللي محيطه بيه كلها فيها عدوى في الماشيه اللي هي موجوده حواليها كلها. تمام. كنت شايف كده يعني اثناء التصوير اكثر من شجره مانجا هنا، انواع معينه عندك. انت برضه زارع مانجا هنا؟ انا مش زارع كثير، زارع اللي هم حوالين البيت اللي حضرتك شفتهم دول، يعني حوالي 10 12 شجره بس، واخد بالستة. ولكن برضو زي ما قلت لك مش عارف من الجو نفسه ولا من المقلب تلاقي فيهم عدوى. برضو المانجا فيها عدوى. فيها عدوى كثيره يعني ما زبطاش كل يعني اي حاجه بتنزلها هنا العدوى برضو بتصيبها. بتصيب على طول. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من أرض الخير.